بونجور، معكم مدام مها. أنا بباج 41 صفحة 41 يونيتي 2 الوحدة الثانية كلاس دو بكالوريا صف البكالوريا المنهاج الحديث. نحن قربنا نخلص الوحدة الثانية، أنا هلأ بالتدريبات الأخيرة. عملنا تدريب الاستيعاب الشفهي وهلأ بدنا نعمل تدريب الاستيعاب الكتابي. دايما رح يسألوني انه كيلي لو تيب دو دوكيومون او دو تكست، شو هو نوع النص. نحن لازم ننتبه، يا بسألوني من وين اتاخد، دو ايتيل تيغي، ولا كيلي لو تيب. هلا كيلي لو تيب طلعوا عليه بدون ما طلعوا شو في حواليه، هذا هو. اذا كان سألوني شو هو نوع النص بطلع عليه، طلعوا نشر، عندي عنوان، بس يكون في عندي عنوان وتحته مقاطع، وبالأخير في مصدر بيكون أختيك، خاصة قايلين هوني إنه استخرج من مقالي. إذا بس يكون في عندي مصدر أو اسم الكاتب ومقاطع وعنوان بيكون أختيك. هلا من وين اتاخذ؟ شايفين إنه في عنا هون عنوان إلكتروني، في عندي سيت أو بلوغ يا ولا صفحة شخصية على حدا منزلة أو على هاي هوني حي منزلين على الجمعيات. إذا جمعية على موقع هو تابع لجمعيات، فإذا هو متاخد من صفحة إنترنت، لكن هو في الحقيقة نوعه هو أختيكل. ومن دو إتلتيغي دون سيت إنترنت، من وين اتاخد؟ من موقع إلكتروني. خلينا نشوف، أنا عندي هذا الموقع الإلكتروني، مو رسم، مو بيسألوني بيقولوا لي شو نوع النص بقى من موقع إلكتروني، لا، نوع النص يعني طلع النص، شوفوا طلع هيك واحد يبحلق فيه منيح ونشوف من وين طلع، عنوان، مقاطع، مصدر. درسنا مثل ما شفنا شاكن بوختوس، كان الواحد عم تحكي عن الواحد للكل والكل الواحد، وكلياتنا من أجل نعمل أعمال إنسانية لصالح الآخرين. إذا نشر في 5 كانون الأول 2016 لا جورني انترناسيونال دي بينيفول، أول أحرف منه جي إي بي، اليوم العالمي للمتطوعين. Aujourd'hui, اليوم, comme tous les 5 décembre, مثل كل 5 كانون الأول, rendons hommage لنكرم à celles et ceux. اللواتي وأولئك، يعني نحن بنقول بالعربي أولئك واللواتي، ما بتزبط معنى لنكرم اللواتي وأولئك، لا، أولئك واللواتي qui travaillent, الذين يعملون pour le bien de tous, لصالح الجميع. من هنن؟ les bénévoles. Vous êtes bénévole, أنتو متطوعين. Vous êtes dirigeant d'une association, أنتو قائد جمعية. Alors, إذن, aujourd'hui c'est votre fête. اليوم عيدكم. 5 كانون الأول. كل شيء متطوع عيده. Bénévole, عرف شو هو العمل التطوعي. هو التطوعي يعني c'est consacré, هو إنك تكرس son temps libre, وقتك الحر، وقت فراغك، en mettant son énergie, وتضع طاقتك. Et ses compétences ou كفاءاتك au service des autres في خدمة الآخرين. C'est en 1985 كان ذلك في عام 1985 à New York في مدينة نيويورك que l'organisation وقت l'organisation des Nations Unies منظمة الأمم المتحدة بنرمز لها ب ONU منظمة الأمم المتحدة a instauré établi أقامت أنشأت لا جورني انترناسيونال دي بينيفول GEB أقامت اليوم العالمي للمتطوعين، حددته كنهار يعني بيحتفلوا فيه كل سنة afin de هادي بوت، لماذا؟ من أجل promouvoir تشجيع تعزيز le travail des bénévoles عمل المتطوعين. Cet événement هالمناسبة فغني تزود دون تعطي l'opportunité يعني l'occasion فرصة عم تعطينا فرصة هالمناسبة de remercier نشكر leur engagement التزامهم en faisant reconnaître كيف نشكرهم بأنه نخلي reconnaître au public نعرف الناس بأننا نخلي الناس تتعرف على كوا على لرياليزاسيون منجزات 2 مليون دو بينيفول ملايين المتطوعين السينيه اللي التزموا دون لور اسوسياسيون في جمعياتهم مشان شو بوغ اميليوري
لشو كان شغله؟ ليش راحوا على الجمعيات؟ بور هدف بيوت بور اميليوري لكي يحسنوا لي كونديسيون دو في دي زوتر، ظروف حياة الآخرين. En plus, بالإضافة إلى ذلك، à l'occasion بمناسبة cette journée هذا اليوم، l'ONU المنظمة الأمم المتحدة بخي ترجو دوموند ترجو لي غوفرنمون الحكومات et les organisations والمنظمات d'inciter أن تحس أن تدفع davantage أكثر de personnes المزيد من الناس de tout métier من كل المهن à s'engager لكي تلتزم لكي تشارك dans des activités de bénévolat في أعمال للعمل التطوعي بينيفول متطوع بينيفولات العمل التطوعي دابخي لونيو حسب منظمة الأمم المتحدة أونستيم يقدر تقريبا العدد كمليار دو فولونتير حوالي مليار متطوع دون ليبرمون عم يقدموا ليبرمون مو يعني بحرية يعني بدون شرط دو لوغ تو عم بيقدموا بدون شرط بدون أي ظروف يعني يكون شي تابع لهم عم بيقدموا وقتهم بوركوا بور بوت من أجل ريزودر يحلوا لي بروبليم المشاكل كي لي توش أوميم اللي بتمسهم إلهم أو لوغ كوميونيتي أو بتمس مجتمعاتهم كوميونيتي يعني سوسيتي مجتمعاتهم مالغري رغم لي سيركونستانس رغم الظروف extrêmement difficile à saber les règles adapté مأخوذ مقتبس d'un article من مقالة publié نشرت يوم الاثنين كانون الأول 2016 عام 2016 خلينا نشوف التدريبات عندي صح وخطأ وعندي أسئلة كوشي vrai ou faux vous venez de lire un article قلنا oui c'est un article منين عرفتو عندي عنوان مقاطع مصدر Le document est paru Zahar. Zahar, شفناه يعني على موقع انترنت وي شفنا العنوان الموقع الالكتروني زين شوفوا est paru est tiré بس هوني انه هذا le type l'événement المناسبة dont on parle اللي عم نحكوا عنها dans ce texte بهذا النص se répète chaque mois عم تتكرر كل شهر نو chaque année زين غلط Le thème général, الفكرة الرئيسية thème général يعني l'idée générale du document للناس et la manière هي طريقة de recruter يعني توظيف يعني خلوهم يشتغلوا للبينيفول لا أبدا بالعكس الفكرة العامة هي شكر احتفال بهالمناسبة وشكر البينيفول إذا ما هي توظيف هلا أنا بفحص الزائجتين ما راح أفهمها بس أنا بعرف إنه هالكلمة هن عم يحكوا عن le travail des bénévoles إنه عن عملهم كانوا حطوا لي هذه الكلمة وهي أبدا ما لها علاقة إذا هي فو وإذا ما قدرتوا تحللوا مثل ما أنا حللت راحت عليكم ننتقل للأسئلة هلا أنا بالفحص ما راح يجيني أسئلة حتى إذا أجاني هيك سؤال راح يكون عندي ثلاث إجابات حتى أعرف أجاوب عليهم عم سألوني سلون للتكس حسب النص كي سون لي بينيفول مين هن المتطوعين خلينا نشوف عندي كتير حكوا عن المتطوعين قالوا بدنا نتشكر أولئك واللواتي إذن اللي كي تخافاي سسون سو كي تخافاي هن اللي بيشتغلوا بور لو بيان دو توس اللي بيشتغلوا لصالح الجميع كمان مين هنين نشوف وين في عم يحكي عنهم كمان هون عم يكرسوا وقتهم إذن كي كونساكر او ان تي اللي عم يكرسوا لور موسون وقت الفراغ ان ميتان بوضع لور انرجي طاقتهم اي لور كومبيتونس هي لا اسلام الجماع وكفاءاتهم او سيرفيس دي زوتر هي اثنين اذا هذا اول تعريف للبينيفول وهذا ثاني تعريف الثالث مين هن كمان خلينا ننزل نشوف شو عاملين هالمتطوعين وينهم كمان شو بيعملوا شو بيعملوا ساعدوني فوالا كي دون اللي عم يعطوا كي دون اللي عم يعطوا بدون شروط
leur temps وقت pour résoudre les problèmes لكي يحلوا المشاكل كي توش leur اللي بتمس مجتمعاتهم رغم الظروف الصعبة للغاية. كان في شي تمام؟ هون في عندي كي الذين أميليور أنتي يحسنون شروط حياة الآخرين. هدول هن عندي أربع نقاط بتدل على شو هو مين هن المتطوعين. هلا بنشوفهم محلولين، بس خليني بس أركز بالأول على النقاط الأساسية. دو دانس التكست في هالنص ونسيت لي جان، عم نحس عم ندفع الناس أبخسي أنهم يحترموا ويقدروا لتخفاي دي بينفول عمل المتطوعين. استخرج الجملة التي تشير إذا بس يغلوفي، يعني طالع الجملة حرفيا، لا تعمل اجتهاد شخصي، لا تدرس اجتهاد شخصي، سحبها حرفيا. إذا شو هي الجملة اللي بتقول؟ كانت ببداية النص عم بيقول كيف عم بي إنه لازم نكرمون، عم بيقول غاندون غاندون وماجلي نكرم أولئك واللواتي يعملون لصالح الجميع. هي الجملة بنقلها حرفيا. سي Quels sont les objectifs؟ شو هي أهداف de la journée internationale يوم العالمي للمتطوعين؟ شو هي أهدافه؟ عندهم كان هدفين، خلينا نشوفهم. كانت إنه يحسوا العالم هون انسيتي دافونتاج، يدفعوا مزيد من الناس. انسيتي دافونتاج، يدفعوا مزيد من الناس من كل المهن على انهم يلتزموا بالعمل التطوعي. هذا هدفه، يخلوا عالم اكثر تدخل في التطوع. بس كمان كان في عندي هدف ثاني، هو هون بروموفوار تشجيع عمل. إذن هدف منظمة الأمم المتحدة هدف اليوم العالمي للمتطوعين هو إنه يشجعوا عمل المتطوعين وبنفس الوقت يحسوا مزيد من الناس من كل المهن على الالتزام بنشاطات التطوع. هلأ هذا هيك كتير صعب، بس ما رح يجينا هيك، رح يجينا خيارات، ما نحن بنخترع لوحدنا. كافي شو عملت لونو جمعية الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة، شو عملت بغيبوندر لكي تنشر تتوسع لتخافاي دي بنيفول عمل المتطوعين في العالم. شو عملت لحتى كل الناس تعرف عن عملهم؟ شكرت المتطوعين. وين كانت؟ وينه؟ هون شكرت، كان لازم نحطها بغير لون. هاي شكرت التزام، بحسب بقول لانجاجمون دي بينيفول، شكرت بينيفول التزام المتطوعين كيف بان عرفت الناس على او ببليك leur réalisation au million de لا بس ما بدها على إنجازاتهم. هاي شكر إنجازاتهم. إذا منظمة الأمم المتحدة شو عملت لحتى كل الناس تعرف؟ شكرت المتطوعين على التزامهم بإني عرفت الناس على إنجازات الملايين منهم. خلينا نشوف الحل. هاي من هم المتطوعون؟ Ce sont ceux qui travaillent pour le bien de tous. هون أول وحدة. Qui consacrent leur temps libre au service des autres. Qui
améliore les conditions de vie des autres et qui résout pour résoudre la vie des pauvres. Résoudre les problèmes malgré les circonstances extrêmement difficiles. Des autres pour résoudre. Et tamam. Là, dans ce texte, rendons bien nos sadaques. الناس على تقدير البنفول طالع الجملة rendons hommage à celles et ceux qui travaillent pour le bien de tous. C'est quels sont les objectifs شوية أهداف اليوم العالمي. Promouvoir le travail des bénévoles. Inciter davantage de personnes de tout métier à s'engager dans des activités de bénévolat. تعرفي الONU شو عملت المنظمة المتحدة لحتى تعرف لحتى تنشر عمل المتطوعين في العالم كله. الONU à remercier les bénévoles pour leur engagement en faisant reconnaître au public les réalisations de millions de ملايين منهم. هلا هيك نحن هذا حلينا وجينا على القواعد. نحن القواعد أغتينه وحالينه كلهم خلصينه بالبداية، فاللي بده إياه بيرجع له ونوصل على تدريب 10. كان نسمعكم مدام ما بتلكم. au revoir à la prochaine fois.